السلام عليكم ورحمة الله. إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم السبت 24 أوت 2019، وهذا حديثي إليكم مباشر عبر الفيسبوك واليوتيوب. الزلفلاو يقولون أن ما يسمى بوزيرة الثقافة قد استقالت، سواء كانت استقالت أو استقيلت، بمعنى أنه قيل لها أن تستقيل حفظا لماء الوجه بدل من أن تقال، فإنها قد ذهبت ولن يكون عليها حدا حزينا على هذه الفاسدة المفسدة التي في الحقيقة جاء بها بدوي لهذا المنصب لعلاقات غير أخلاقية وغير مشروع حسب كثيرين الذين يعرفون هذا الموقف دون الدخول في تفاصيل، لكن بكل تأكيد أن علاقاتهم في ما يسمى ب الهوت صوص هي علاقات فيها كثير من الأمور القبيحة أخلاقيا. هذه الوزيرة كانت قد ذهبت إلى ملعب 20 أوت، أين قاموا بجمع الشباب لما يسمى بحفل سول كينج. هذا ذهبت هي شخصيا لكي تقوم بعملية تفتيش للمكان، شخصيا وزيرة في الدولة الجزائرية في هذا الزمن، زمن الفساد وزمن الإفساد، وزيرة تروح تفتش المكان باش تشوف الأوضاع إذا راهي مناسبة للمغني هذا أم لا. شوفوا مستوى الوزراء زمان، حتى في وقت الفساد اللي كان موجود في السبعينات أو الثمانينات أو حتى بداية التسعينات، كان يبعثوا نائب مدير، يبعثوا رئيس مصلحة، شيف سيرفيس، مدير على أقصى تقدير، وزيرة تروح تشوف المكان وتبحث إلى آخره. مع ذلك ذهبت الوزيرة وقتل 5 أطفال، أكبرهم عمره 22 سنة شاب، وأصغرهم بنت على ما يقال عمرها 12 سنة، وجرح العشرات، قالوا أنهم 86 منهم البعض في حالة حرجة. كل هذا لأنهم أرادوا أن يجعلوا ليلة الجمعة اللي كانوا متخوفين منها أيضا مرة أخرى، جابوا هذا سول كينج وفتحوا له أستاد ولعملية تلهية، وكان خلق مشكلة للحرك للانتفاضة للثورة، فإذا بالمشكلة تصبح مشكلة للعصابة وليس للشعب. وإذا بهم اليوم يضطرون إسقاط 3 مسؤولين، هذه الوزيرة وما يعرف بمدير لوندا، هذه الجهة المكلفة رسميا بالإشراف على الشطيح والرديح في الجزائر اللي يسموه ثقافة، والمدير العام للشرطة الجزائرية. اسمحوا لي أن أقدم تحية لهذا المدير العام، وهي لأول مرة نقدم تحية ربما في هذه الفترة الطويلة جدا لشخص رسمي كان يشغل منصب رسمي. لم أشأ أن أتحدث عليه بخير لأنه لم أكن أشأ أن يضروه، لكن اليوم أقولها بكل صراحة أن أبو هدبة كان مهني في عمله، أنه حاول قدر الإمكان أن لا يضر بالحراك ولا يضر بالشعب، أنه في حالات معينة حينما كانت هناك تجاوزات ضد الشعب فإنه لم يقبل بها، وأن الذين كانوا يقومون بتجاوزات أكثرهم من الحنوشة من المخابرات ومن بعض العناصر التي لم تكن تلتزم بتعليماته. كان هذا الرجل في واقع الأمر متعاطفا مع الشعب حتى وهو في أعلى هرم الشرطة. أتمنى أن لا يضروه وأنا أقول هذا الكلام الآن، لكن إذا ضروه فالعالم سيجمع، الجميع سيعلم ذلك. بوهدبة كان مهنيا واستطاع في واقع الأمر أن وهو تحت ضغط رهيب من كبار الجنرالات، خاصة جنرالات المخابرات، ومن جهة أخرى ضغط الشعب، فإنه استطاع أن يوازن بين الأمرين ولم يكن ضارا للشعب إطلاقا ولم يكن ضارا للحراك إطلاقا. والمعلومات التي لدي أنه كان يفعل المستحيل لكي لا يتضرر الناس، وأنه في حالات معينة دخل في خصومة مع بعض كبار مساعديه لأنهم شافهم باللي رمبوات. إذن هذا الشخص اللي كان متقاعد وجابوه في فبراير قبل بداية الحركة بحوالي أسبوع، في الحقيقة
أدى دور كما يجب أن يؤدى، وأنا أوصي إذا إن شاء الله ليس ببعيد وتقوم حكومة شعبية أن يعاد بوهدبة لقيادة الشرطة في الجزائر في انتظار تغييرات هائلة تحدث فيما بعد. استبدل بوهدبة بشخص يسمى خليفة أونيسي. المعلومات التي لدي على خليفة أونيسي هذا أنه ذهب إلى التقاعد في 2012، أنه كان برتبة مراقب عام، وأنه في الحقيقة صنيعة رجال الأعمال. قعد 11 سنة في منصب دي جي بي اف، بمعنى المدير العام للحدود الجزائرية للشرطة الحدود، واللي أصروا على بقائه وهم كبار ناهبي المال العام. كبار ناهبي المال العام كانوا في الحقيقة كل مرة يضغطون لكي يبقى، لأنه كان متواطئ معهم وكان داخل معهم في التهريب وكان يسمح لهم بالتهريب، في حين يتم التضييق على البسطاء اللي يهربوا كابا ولا يجيبوا زوج كابات نتاع بزنس، كان لي كونتينر، كانت خاصة من جهة الشرق بلا حدود. الاقتناع اللي عندي أن الذي اقترحه على قايد صالح لكي يتم تعيين بوهدبة، لأن بوهدبة القول هذا القضية انتع سول كينغ وانتع الموتى في هذا الحفل، بينما في الحقيقة اللي كانوا مسؤولين على الموضوع لم يكونوا الشرطة. الشرطة كانت في الخارج مسؤولة، في الداخل أين وقعت الكارثة اللي كانوا مسؤولين هو مجمعة لوندا، أي اللي جابوهم جماعة وزارة الثقافة، ولم يكونوا الشرطة. لكن هما لقوا الفرصة الآن أطاحوا به باش يجيبوا هذا خليفة أونيسي. خليفة أونيسي لا تنتظر منه خير فيما هو قادم الأيام. في الحقيقة هذا من العصابات، مفسد فاسد، ملياردير من أموال الشعب الجزائري، من أموال التهريب، ولا أعتقد أن يكون فيه خير إطلاقا. سننظر في قادم الأيام، لكن قناعتي أن الذين اقترحوه هم سعداني وربما أيضا طليبة وجميعي، لأن هؤلاء الثلاثة كانوا مستفيدين، خاصة أنه يقال أن مسقط رأسه من واد سوف، ومن ثم العلاقة المباشرة مع طليبة ومع سعداني ناهيك على العلاقات مع جميعي رب التهريب من ناحية الشرق الجزائر. في الحقيقة سعداني لا يقوم فقط بهذا الدور، ولعلكم لاحظتم أني وضعت صورته مع مسؤول فرنسي كبير في وأنا أعلن على هذه الحلقة. سعداني الآن هو المستشار الأول لقايد صالح. هناك مستشارين رئيسيين من المدنيين هما سعداني وتبون، وتقريبا هناك لقاءات دورية ما تفوتش ليلتين أو ثلاثة كل أسبوع ويلتقوا فيها مع قايد صالح. هذه في الليل، ناهيك على لقاءات النهار. سعداني ذهب أكثر من مرة إلى باريس، وقع هو اللي قايم بالعلاقة ما بين علاقة سرية ما بين قايد صالح وباريس. ليس هو الوحيد، لكن هو أحد الرؤوس التي يثق فيها القايد صالح، وهو يقوم بدور وكأنه هو وزير الخارجية الحقيقي لقايد صالح. تبون هو المستشار للشؤون الداخلية. طبعا سعداني يشير عليه في قضايا أخرى، لكنه استعمله خاصة للعلاقات ولإرساله لباريس أكثر من مرة حاملا رسالة من القايد صالح إلى سادة الإليسي. هذا هو الزمان. سعداني هذا وهو طبال سابق في فرقة عبد الله مناعي، وأيضا ميليشياوي سابق، كان يقود ميليشيا صغيرة في بداية التسعينات، في بداية الحرب القذرة. والمعلومات التي كانت قيلت لي يومها أنه حينما جاء ضابط المخابرات، وعلى الأرجح كان برتبة نقيب، باش يريكريتيه كرئيس ميليشيا، عندما كانوا يجمعون في الميليشيات ابتداء من منتصف 93 أو من نهاية 93، قيل له هل أنت تستطيع أن تواجه هؤلاء الإرهابيين والإسلاميين و قال لهم نعم. وكما رويت القصة، في الحقيقة هذه قصة رويت لي، تبقى العهدة على الراوي، لكني شخصيا لا أستبعدها. يقال أنه قدم له مساجين، وأنه أعطي له سلاح، وقيل له كيف تتعامل مع هؤلاء،
فأخذ السلاح وأطلق الرصاص على الشخصين. هذا ما روي لي آنذاك في منطقة الواد. حي الله حرر الواد واد سوف. في حقيقة الأمر واد سوف قاموا ويقومون بدور رائع في هذا الحراك، رغم محاولات الاختراق الهائلة من عبيد الرونجرز، ومحاولات ضرب الواد سوف قوية وقوية جدا. في الحقيقة أرادوا أن يفعلوا في واد سوف ما فعلوا في البرج، وإن كانوا نجحوا مؤقتا في البرج فالبرج أيضا يعود، برج بوعريرج يعود، وقد عاد هذه الجمعة بقوة، خاصة بعد سقوط حماتي أو بن حماتي. إذا قلت اليوم سعداني راهو هو أحد كبار المستشارين تاع القايد صالح، وهو الذي يملي عليه. هذا هو المستوى اللي وصلنا له، هذا هو المستوى اللي وصلت له الجزائر، أن يكون واحد في مستوى سعداني، وأن يكون واحد بأخلاق تبون وأخلاق سعداني. هم كبار المستشارين على الحاكم الفعلي نائب وزير الدفاع، اللي هو بصريح العبارة يحكم البلاد اليوم بقبضة حديدية هو ومن معه. عندما أقول حديدية صحيح ليست قمعية ولم يخرجوا الدبابات لحد الآن، ولكن كل استراتيجية اللي راهي مبنية اليوم واللي يحاولوا ينفذوها هي تكسير الحراك. هو شخصيا يسميه لسواديزون حراك في التسريب الشهير اللي استمعنا له قبل حوالي شهر أو شهر ونص. هناك أخبار اليوم أيضا تقول من أن الملحق العسكري السابق واسمه طارق عميرات في باريس قد ألقي عليه القبض وأدخل سجن البوليدة، ويبدو أنهم داروا له تهمة مرتبطة بالسعيد بوتفليقة، وأنه كان يتواصل مباشرة بالسعيد بوتفليقة وبطرطاق دون العودة إلى وزارة الدفاع، وهو كان أتاشي ميليتير ولم يكن أتاشي سيكوريتي لكي يكون مرتبط مع طرطاق أو مع السعيد. على كل هذا موضوع نأخذه أيضا بنوع من الحذر، لأن فيه كثير أحيانا من هذه المبالغات، لكن يبدو أن المعلومة مؤكدة. على الأقل قد سجنوا هذا الشخص ويسمى طارق عميرات. عودة إلى ما يجري في الحراك، وعودة إلى الجمعة الماضية التي كانت جمعة قوية بكافة المقاييس، خاصة ونحن في شهر أوت، شهر الصيف، شهر العطل. اليوم بالنسبة إليهم بعد جمعة أمس اليوم محرج ومزعج بكل ما تعنيه الكلمة، خاصة وهم يسمعون عن التصعيد، وأن التصعيد قد يكون هو قادم في قادم الأيام. في الحقيقة طرحت قبل حوالي ساعتين من الآن، موجودة على صفحة الفيسبوك، طرحت سؤال: هل أنت مع التصعيد للضغط على الجنرالات للاستجابة للشعب أم أنت ضده؟ لحد الآن أكثر من 11 ألف أو ربما حتى 12 ألف مصوت، وأعتقد أنها في حدود 84% اللي هما مع التصعيد. هذا رقم هائل. طبعا هذا صبر أراء سيدوم لمدة أسبوع، أنا لا أزعم أنه صبر أراء علمي، ولكنه يعطينا مؤشر، يعني يعطينا مؤشر، خاصة إذا بقيت هذه النسبة، أي إذا بقيت نسبة 75 فما فوق، 75% فما فوق، فهذا بكل تأكيد مؤشر على ما نعرفه فعلا، وهو أن الأغلبية الغالبة من الجزائريين يريدون التصعيد. الآن ربما الخلاف هو في مضمون هذا التصعيد، مضمون هذا التصعيد هو اللي يقع حوله نقاش بين الكثيرين، لأن البعض يعتقد أو عندما يسمع كلمة العصيان المدني، لأن نفضل في الحقيقة كلمة العصيان السلمي المدني أو كلمة العصيان السلمي أو كلمة العصيان الحضاري، حتى وإن كان أحد الأفاضل قال أنه لا يمكن أن يكون عصيان في نفس الوقت حضاري، أنا قناعتي يمكن، لأن لحد الآن ما قاموا به الجزائريين هو عصيان مدني، أي رفض قوانين من حكومة معينة، لكن الجزائريين في الحقيقة ذهبوا أكثر من العصيان المدني، لأنهم لا يرفضون فقط القوانين وإنما يرفضون الحكومة كلها أو النظام كله أو كل العصابات على وصف قايد صالح. إذا قلت ربما الخلاف أكثر هو على مضمون هذا العصيان. هناك من يتصور، خاصة من الأجيال القديمة اللي تجاوزوا 50 سنة فما فوق، عندما يسمعون كلمة العصيان المدني تأتيهم الصورة نتاع العصيان المدني الشامل الذي قامت به الجبهة الإسلامية في نهاية ماي 91،
واللي أدى فيما بعد أن خرجت الدبابات في جوان وأدى إلى مقتل وجرح المئات في ليلة 2 جوان إذا كانت ذاكرتي جيدة 91. ثم فتحت أبواب النزاعات والصراعات قبل أن نصل إلى مرحلة الانقلاب. في الحقيقة ليس هذا هو العصيان الذي نظنه ونعتقده ونريده. العصيان الذي ندعو له ونريده وإن كان لم يتحدد وقت لحد الآن وإنما ندعو له من حيث المبدأ هو عصيان بدأ في 22 فبراير برفض هذا العهدة الخامسة ثم تطور ليكون رفض للنظام الحاكم ككل للعصابات ككل. هذا العصيان هو واقع، هذا العصيان المدني هو واقع الآن. كل ما هناك هو أن يكون منظم بطريقة مختلفة بحيث يبقى الحراك يوم الجمعة يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء. هناك أيضا من يقترح أن يكون الحراك أيضا يضاف يوم الخميس يوم آخر، سواء يوم الخميس أو يوم الأحد، أو هناك أكثر من اقتراح وأنا مع هذا الرأي أن يضاف يوم للحراك على الأقل. مثلا يخرج كل أصحاب المطالب الفئوية أن يخرجوا يختاروا يوم واحد، وأنت بدلا أن تكون مطالبهم فئوية ومشتتة أن يختاروا يوم واحد ويرفعوا المطالب، المطلب العام، مطلب الدولة العادل والحق والقانون، الدولة المدنية، وضمنها ربما المطالب الخاصة، لكن بشرط لا تكون المطالب الخاصة هي التي تطغى على المطالب العامة، لأن كما قلنا أكثر من مرة إذا حلت القضية الكبرى وهي قضية الحكم فإن كثير من القضايا وكثير من المشاكل وكثير من الهموم اللي يعانوا منها الناس ستحل أوتوماتيكيا آليا، وبعضها سيأخذ بعض الوقت بكل تأكيد. إذا قلت العصيان الذي هو في ذهن الأغلبية اللي هي تتكلم عليه ليس ما حدث أيام الجبهة الإسلامية، ليس عصيان شامل، ليس عصيان يؤدي إلى وقف كافة نشاطات الحياة، إنما هو عصيان يمس أساسا القضايا التي تمس العصابة، عصابة الحكم، البترول والغاز والمطارات والموانئ، وخاصة موانئ العاصمة ومطار العاصمة والبترول والغاز إنتاجا وتسويقا ونقلا وتسويقا. إذن لا يتعلق لا بالمدارس ولا بالمستشفيات ولا بالأكل ولا بالخبز ولا بالطرقات. حتى إخواني وأنتم تناقشون هذه القضايا تكون واضحة في ذهنكم، لأن الذباب الآن والبروباغندا كلها مبنية على التخويف من هذا الموضوع اللي هو في الأصل يسرع في الحل وليس يعطل الحل، لأن العصيان هو ليس هدف في حد ذاته، إنما هو وسيلة، فقط وسيلة للضغط على الجنرالات ليستمعوا ويستجيبوا للشعب. إذا استجابوا قبل اليوم الموعود حتى وإن كان لم يتحدد بعد فإن ذلك من فضل الله، فإن ذلك شيء جميل، هذا شيء رائع. إحنا وش نريد؟ نريد أن يستجيبوا للشعب بتطبيق المادة السابعة والثامنة كما تعهد القايد صالح قبل 4 أشهر في بداية أبريل، 4.5 أشهر الآن أو ما يزيد، وأن يتم الأمر تسليم الأمر لمن يمثل الشعب. كثير ما تطرح القضية مرة أخرى كيفاش نسلموها للشعب؟ طبعا اللي يطرحوا السؤال أحيانا إما يطرحوا عن جهل أو يطرحوا عن خبث، لأن كيفاش الدول الأخرى، كيفاش الشعوب الأخرى مسلم الأمر للشعب؟ كيفاه؟ يعني إحنا راح نخلق العجلة من جديد ولا؟ باختصار بسيط نسلم الحكم للشعب بمعنى أن الجنرالات لا يتدخلون في شؤون الناس في السياسة وإنما يتلهون بالشؤون العسكرية بشؤون الجيش فقط، وأن يتم تكون هناك مرحلة انتقالية ننتقل فيها من دولة العصابات ودولة الحنوشة ودولة الكوكايين إلى دولة الشعب ودولة الحكم الراشد ودولة القانون. هذا هو المطلوب. يعني فيش أشياء، يعني مرة تشوف بعض التعليقات أو كذا وكأنها أو نقاشات يعني يحب يخرجوا الناس إلى قضايا جانبية هامشية ليس لها أي معنى. كل الدول المحترمة والشعوب المحترمة لا يحكمها العسكر، ثم أن 57 سنة من حكم العسكر أحيانا مباشرة كما في عهد بومدين والشادلي وزروال، وأحيانا بشكل غير مباشر كما في عهد الآخرين.
إذن 57 سنة من تجربة مريرة ومرة من تجربة حكم العسكر يجب أن تنتهي. هذا ما هوش علم الذرة أو علم نووي أو علم تفتيت الذرة أو علم ما نشعر. هذا شيء بسيط. أنا لا أقول أن قضايا الحكم بسيطة، لكن القضية الفكرة الأساسية المطروحة بسيطة. لي يحب يشوف ما معنى كلمة الحكم المدني يوجه وجهه إلى تركيا، واللي يحب يشوف ما معنى الحكم العسكري يوجه وجهه إلى مصر. مصر حكم فيها رجل مدني سنة واحدة، داروا له المشاكل وبتواطؤ داخلي إقليمي عالمي تمت الإطاحة به وجاءوا بالجنرال السيسي. شوفوا دولة مصر ما هي الآن. المصريين الآن، كثير من المصريين، حتى أقول أغلبية المصريين، لا يجدون الماء. الماء الآن خاصة مع ما قامت به أثيوبيا من هذا السد الهائل اللي بدأ يمنع الماء على المصريين، ما زال رغم غير في البداية، نهار اللي يولي السد يقوم بعمله نهائيا، الناس ستموت من العطش في مصر، وهم يتوقعون أن تكون هناك حروب في تلك المنطقة على المياه. هذا في قضية واحدة، ناهيك على قضية الخبز وقضية الغاز وقضية الكهرباء وقضية كل القضايا وارتفاع الضرائب وانخفاض الجنيه. الجنيه اليوم يدور في حدود 20 جنيه للدولار الواحد، في أيام مرسي كان في حدود 6-7 جنيه للدولار الواحد، بمعنى أن الجنيه فقد قيمته 300 مرة 300%، ثلاث مرات كاملة أو 300% فقدها الجنيه المصري. وحالة من ملايين المصريين دخلوا في حالة الفقر. أما في تركيا وقد كنت فيها الأسبوع الماضي، فإني كل مرة صراحة أفاجأ بمدى التطور الهائل. آخر هذه الأشياء اللي قاموا بها، ناهيك على المطار اللي هو واحد يعتبر ثاني أو أول مطار في العالم، يعني الآن حسب كيف تحسب الأمور، وسواء كان الأول أو الثاني في العالم، فإنه واحد من أكبر المطارات في العالم. ناهيك على ديتينيل تحت الماء، ناهيك على جسور جديدة، ناهيك على آلاف العمارات وآلاف الأحياء الجديدة. تعرفوا من بين الأشياء كنت أتحدث فيها مع صديق يعرف قضايا تركيا جيدا ويعرف بعض التفاصيل في الموضوع، مثلا اليوم كان سقط مبنى قديم أعتقد في قسنطينة، ومن حلي آخر راكم تشوفوا كاين مباني تسقط في باب الواد، في القصبة، في وهران، في عنابة، في كل الأماكن، يعني مباني قديمة. من بين الأشياء اللي يحلوها الأتراك باش يحلوا مشكلة المباني القديمة، هو أنهم قالوا لكل رجال الأعمال نتاع اللي يقوموا بالبناءات، يعني اللي عندهم شركات للبناء، يقولوا له شوف، ها هو مبنى معين، ها هو مبنى قديم يسكن فيه الناس، خذ أنت المبنى طلع فيه عمارة، مثلا المبنى فيه 5 طوابق، يعطوا له حق باش يطلع عمارة نتاع 15 طابق، والدولة تقوم بتسكين هؤلاء الناس اللي ساكنين في هذا المبنى القديم ما بين أن يبنى المبنى الجديد، وعندما يبنى المبنى الجديد يعطى للناس اللي كانوا ساكنين في هذاك المبنى القديم، يعطى لهم شقق داخل المبنى الجديد، فتصبح الدولة مستفيدة لأنها تهنات من مبنى قديم، والسكان مستفيدين لأنهم بدل ما كانوا في مبنى سيسقط عليهم أو قديم أو طيح عليهم الماء أو ولت عندهم شقق جديدة، ورجل الأعمال اللي قام بالبناء مستفيد لأن أخذ أرض بدون مقابل وقدم 5 طوابق للناس اللي كانوا ساكنين وأخذه هو 10 طوابق. ناهيك على العمالة، ناهيك على خدامين جدد، ناهيك على أنه بهذه الطريقة يخدموا اللي يبيع السيما ويخدموا اللي يبيع الحديد ويخدموا اللي يبيع الأدوات الكهربائية إلى آخره. شيء بسيط، فكرة بسيطة كان ممكن احنا نحل بها مئات الآلاف من المباني القديمة اللي في كل المدن اللي راهي خطر على السكان. لكن هذا منين يجي؟ لما يكون الحاكم يحب الشعب والشعب يحبه، لما يكون الحاكم نتيجة لإرادة شعبية وليس لإرادة الدبابة الداخلية والخارجية. هذا مثال بسيط،
هناك آلاف الأمثلة فيما يتعلق بالنقل، فيما يتعلق بالتكنولوجيا، فيما يتعلق بالطب، فيما يتعلق بالتدريس، فيما يتعلق بالتكوين المهني، فيما يتعلق في كافة المجالات. هناك شراكة في الغالب ما بين الحكومات، وهذه تحدث أيضا في الدول الغربية بالمناسبة. يعني الآن مثلا في بريطانيا لما يعطوا لرجال الأعمال اللي هم في البناء والإنشاءات، ولما يعطوا لهم حق يطلب عند البلدية، يروح يطلب باش يبني عنده أرض مثلا في 2000 متر مربع، يطلب باش يبني 200 شقة فيها، يقولوا له نعم نعطوك الموافقة بشرط أن 20% من الشقق تعود إلى البلدية، تعطيها أنت للبلدية، والبلدية تقدم لك فيها سعر رمزي الإيجار، سعر رمزي. هذوك 20% تاع السكان هما في الغالب يبنوا شقق راقية، يصبح الفقراء 20% من الفقراء يسكنون مع الأغنياء، فيختلط الأغنياء مع الفقراء، ما يولوش الفقراء عايشين وحدهم والأغنياء عايشين وحدهم. يعني هذه الأفكار جاؤوا بها من حوالي 20 سنة الآن، لأنهم شافوا أن هناك كثير من الأحياء فقيرة جدا، وأحياء ليست بعيدة عنها غنية جدا. بهذه الطريقة صاحب المشروع مستفيد، البلدية مستفيدة، الفقراء مستفيدين، وكل الناس اللي سواء اللي يشتغلوا أو العمال أو بائع الكهرباء أو بائع أدوات الإسمنت، كل الناس مشتركة. هاي أفكار بسيطة. وبالمناسبة أنا أدعو إخواني خاصة المقيمين في الخارج بأن يأتون بأفكار فيما يتعلق بالقضايا الأخرى، قضايا النقل، قضايا الاتصالات، قضايا. وواقع الأمر أن الناس اللي تعرف الإنجليزية بشكل خاص لما تدخل على الإنترنت تجد آلاف الأفكار، آلاف الأشياء اللي ممكن نستفيد منها ونطور بلدنا بسرعة، لكن بشرط أن تتحل المشكلة. المشكلة الحقيقية هي مشكلة السلطة، لأن عندما يكون عندك ناس فاسدين درك يولي سعداني اللي هو أيضا صاحب مستوى رابعة ابتدائي وخمسة ابتدائي، هو مستشار صاحب الرابعة ابتدائي اللي هو قائد الجيش، وتبون معهم اللي هو مفسد ومعروف منذ 40 سنة وهو في الإدارة قمة الفساد، اللي بالمناسبة رام يحضروا فيه باش هو يكون الرئيس. عندما يكونوا هذون هم الحكام، أو كان من قبلهم بوتفليقة ومن حوله من اللصوص، أو كان من حوله من قبلهم الجنرالات تاع 92 ومن حوله من القتلة، لن نذهب بعيدا. إذن القضية روح ونجو هي قضية مشكلة الحكم، الدولة المدنية اللي قبل 63 سنة كان الثوار اللي شيطنوهم فيما بعد وديابوليزاوهم وخلاوهم يبانوا وكأنهم أبشع الناس، كانوا قالوا أولوية المدني على العسكري وأولوية الداخل على الخارج. هاي القضية، عندما يكون الحاكم مخلص فإنه يرتاح ويريح. يقال أنه سئل أردوغان يعني ماذا تفعل أنت، كيفاش هل كيفاش تنام، كيفاش تشعر بروحك؟ قال لهم أشعر بقمة الإطمئنان لأني لم أترك، لم أبت ليلة واحدة، لم أوقع على وثائق ينتظرها الناس لتمر إلى أصحابها. لأن عندما تكون رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزير داخلية أو وزير البناء أو وزير التكوين أو وزير، أنت راهي مركز الأشياء تأتي عندك. لكن إذا كنت تتكره الشعب وما تحبوش فإنه اختصار بسيط، تصبح القضية شكون اللي يجيب لك الفايدة، شكون اللي يعطيك البزنيس. الآن راهي تطلع معلومات، وكانت خرجت بعض التصريحات أن كثير من الوزراء ما يستقبلوا حتى واحد حتى يدفع رشوة من هذو اللي يسموه رجال أعمال، ولا واحد من رجال الأعمال. ما نحكيش على الكبار، نحكي على الوسطاء، لأن الكبار هم اللي يعينوا الوزراء. يعني واحد كما حداد، وواحد كما طحكوت، وواحد كما علمي، وواحد كما بن حمادي، هذو هم اللي كانوا يعينوا الوزراء. لكن نحكي على رجال الأعمال الوسطاء، الوسط اللي في الوسط، في الغالب ما يستقبلهمش الوزير إلا بعد ما يدفع رشوة ويقولها له رئيس الديوان مباشرة أو سكرتير الوزير، وراء القهوة تاع الوزير، شيبة تاع الوزير. وطبعا من الوزير تتقسم على رئيس الديوان ومستشاره الخاص وسكرتيره الخاصة إلى آخره. متى لا يكون ذلك؟ عندما يكون الإعلام حر، عندما يكون القضاء حر، عندما يكون البرلمان حقيقة برلمان،
عندما يكون الناس يستطيعون أن يوقفوا المنكر ويأمروا بالمعروف. أما في وضعنا هذه فإنهم يجيبون لك سول كينج ويفتحوا له استاد 20 أوت، لكن روح جيب انت واحد باش يدير محاضرة فيها قيمة منعوه. يعني أكثر من خاوتنا اللي راهم الداخل كل واحد منهم يحاول باش يروح يدير محاضرة في جامعة أو في مرات في مركز مرات في جامع، واحد يحب يلقي درس في جامع لازم الموافقة تاع المخابرات أو الموافقة تاع مدير الشؤون الدينية أو مدير الشؤون الدينية اللي تلقى ربما حتى ما يصليش. هاي 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 المشكلة المصيبة اللي وين بيروقراطية وعراقيل ومعارف، وين تروح لازم تعرف، وين تروح يقول لك شكون اللي بعثك وهكذا. فإن العملة السيئة تطرد العملة الجيدة، والعملة الجيدة إما تفر من البلاد نهائيا أو تصاب باليأس ويتم إبعادها. بالمناسبة مثلا على أساس العملة الجيدة والعملة السيئة، هذا اللي عينوه سفير في باريس عبد الله باعلي، هذا عمره 66 سنة الآن. القانون قانون وزارة الخارجية وقانون الوظيفة العامة يقول أن الناس تذهب إلى التقاعد في 65. هذا عنده الآن 20 سنة الأخيرة قضاها تقريبا كلها في الخارج كلها. الآن تسمع بعض الصحافة يقول لك هذا من المقربين من قيد صالح. طيب ما هو هذا كان من عبيد بوتفليقة مش من المقربين من قيد صالح، من عبيده. وتستطيع الناس أن ترجع إلى الفيديوهات وترجع إلى الجرائد وترجع وتجد صورة باعلي هذا اللي بالمناسبة يبان وكان عمره 40 سنة، لأنه باختصار بسيط حياة نتاع السفهاء ما عنده وين يخمم، ما عنده وين يتخلق. لكن حطوا في باريس، بينما الكفاءات الأخرى اللي هي في الخمسينات أو في الأربعينات أو يشيبوا، وكثير منهم عمره لا يوصل سفير بالرغم أنه كان على كفاءة هائلة. إذا لم نغير هذه العصابات فإن من الطبيعي جدا أن تكون طرقنا كما هي، ومستشفياتنا كما هي اليوم، ومدارسنا كما هي اليوم، وهو جاي الدخول المدرسي ومن الآن تبدأ تسمع في شكاوي الناس. وبطبيعة الحال الطفل الصغير لما يدخل يكون مرة في السنة الثانية أو الثالثة لازم كرطابل فيه 20 كيلو نتاع أدوات وكتب وكراريس ومانيش عارف وراه هو كان وراه رايح. أنا نتذكر أبنائي لما كانوا في الابتدائي ما يفدش كرطابل نهائي، كل شيء موجود في القسم، وفي الغالب الجزء الأساسي من الابتدائي هو ألعاب، هو أشياء لتطوير الذات، هو وليس كراريس وكتابة وكتب إلى آخره. واليوم معروف أن النظام الفنلندي في التعليم هو واحد من أفضل الأنظمة التعليمية في العالم، مبني أساسا على أن التعليم بالنسبة للأطفال جزء أساسي منه هو ألعاب. كيف تطور الملكات عن طريق الألعاب اللي هي ألعاب تعليمية، وليس تضع على طفل اللي عمره 10 سنين ولا 12 سنة أحيانا، وكنا نشوفهم وكل الناس عندها صور 10 كيلو ما يجي يوصل 5 سنين أو 6 سنين يتحناك اكتافه ويتحنى ظهره. هذه كلها راجعة أشياء بسيطة لكنها تقدر تحل مشاكل كثيرة للناس. كثير إخواني كثير من هذه المشاكل اللي متخبطوا فيها بسيطة. شوفوا فقط هذا الباساج كلوتي تاع البيتو لو كان جاء مطبق في الجزائر وكان جاء بالفعل الناس طبقه، مثلا هنا في بريطانيا لو كان سيارة تعقب كاين باساجي في كاين واحد مار من هذا طريق المشاة الباساج كلوتي هذا تاع البيدستريانز كما يسموه هنا، لو كان جي مار وسيارة تعود تفوت قبلك ما يتوقفش مباشرة ينحوا له 3 نقاط وياخذوا عند القاضي واحتمال كبير غرامة كبيرة. وهنا لما ينحول 3 نقاط من 12 نقطة مشكلة حقيقية، لأن لاسيرونس تزيد والمشاكل تزيد وراك عندهم وتولي خايف. الجميع يحترم الباساج كلوتي، كل مشاة كل السائقين. هذا تاع الباساج كلوتي وحده واحد من المشاكل في الجزائر. كثير من الناس تتضارب في الطريق
لان السياره جايه عاقبه، ما المشاة عاقبين ما احترموش الحق لصاحب السياره، او صاحب السياره عاقب ما سمعش لي ما احترمش حق الناس المشاة الى اخره. وكثير من المشاكل وكثير من الصراعات، واحيانا تصرى الدبزه وتصرى مانيش عارف حتى الضرب لماس على جال الطريق، لان ما فيش حل للناس كيفاش تقاسم الطريق. القانون لا يطبق. طيب لماذا يطبق مثلا في بريطانيا او في بلجيكا او في اسبانيا او حتى في ماليزيا او في تركيا ولا يطبق في الجزائر؟ لان باختصار بسيط، لا الناس تثق في القانون، ولا القانون هو بالفعل في مصلحة الشعب، ولا اللي يوضع القانون يحترم القانون. أكثرية القوانين مخترقة. ها هو هذا مش اللي كانوا يسموه صاحب الأختام هذا طيب لوح، وكان هو رب العدالة في الجزائر كما يسموها، مش الآن راه في الحبس. هم كل يوم يقولون لنا شيء اليوم بأنه كان يزور في الأمور الرسمية، وكان يستعمل في السلطة الفاسدة، وكان كذا وكان كذا. هذا هو صاحب الأختام، وزير العدل. سيسقط قايد صالح ليس بعيد من الآن، وستسمعون، راكم تشوفوا اللي راهم يقدسوه، ومن بعد راح تخرج أشياء مرعبة. مازال ما خرجش كلش على أيام بوتفليقة، لكن راهي في الطريق، مرعبة. هذا عندما يكون الحاكم لا ينبع من إرادة الشعب. حياكم الله يا إخواني أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.